السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: صدور المواطنين العارية تواجه آلة القتل الحكومية. مشاهدينا، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تتيح لكم إرسال رسائلكم النصية. مشاهدينا، فاصل ونعود. بما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي، ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءة او عندكم انسانية نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ انا مرة ترى شيعية وانا ما منتمية لاي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة، انتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم انتوا اولادكم واحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سيكون اليوم الموضوع عن آلة القمع الحكومية التي تستخدم ضد المتظاهرين، ضد المواطنين ليلا ونهارا في العراق. هذه الآلة التي لم تتوقف منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، منذ أن دخل أول جندي أمريكي إلى العراق في عام 2003، وها نحن الآن بعد 15 عاما تستمر هذه الآلة في قمعها للمواطن العراقي إن تظاهر أو لم يتظاهر. هذه الآلة التي تستخدمها السلطة لقمع كل الأصوات الرافضة لها والرافضة لهذه العملية السياسية وللأحزاب والميليشيات وللدستور الذي وضعه الاحتلال. نرى بأن هذه الحكومة أو الحكومات التي سبقتها لم تتدخل من أجل إيقاف هذه الآلة الحكومية أو آلة القتل الحكومية أو الأسلحة الموجهة إلى صدور المواطنين. نرى بأن العالم، المجتمع الدولي، لم يتدخل من أجل إيقاف المجازر التي ارتكبت في عهد حكومات ما بعد الاحتلال. نرى صمتا إقليميا وصمتا دوليا تجاه ما يحدث للعراقيين ليلا ونهارا من انتهاكات ترتكب بحقهم. نتابع مع حضراتكم الآن مقاطع مصورة أظهرت قيام القوات الحكومية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين وملاحقتهم بين أزقة ناحية الهوير شمال محافظة البصرة، فلنشاهد. السلاح الحي جاي ترمون على المواطنين ذول العزل، هاي المواطنين العزل. هذا شوف الغاز مسيل للدموع، هذا غاز مسيل للدموع وغاز سامه، حتى غازات سامه قاعد يذبون على المواطنين العزل. هذا شوف الغاز. اهلا بكم. نطرح مجموعة من التساؤلات بهذا الخصوص، لماذا تستمر السلطة في العراق إن كانت حكومة العبادي أو من سبقها؟ لماذا يستمرون بهذا القمع؟ ما الذي ارتكبه المواطن العراقي من جرم لكي يواجه بكل هذا القمع وكل هذه الانتهاكات والقتل والإصابات التي نشاهدها يوميا؟ ما الذي قام به المواطن العراقي ليواجه هذه المعاناة التي جاء الاحتلال يقول بأنه جئناكم لنخلصكم من هذه المعاناة، وجاءت الحكومات التي بعد الاحتلال لتوعد العراقيين بأنها جاءت لتخلصهم من المعاناة التي عاشوها على مدار 30 عاما كما يقولون، وجئناكم بديمقراطية وبحرية للتعبير عن آرائكم ومن أجل إنقاذكم وبناء حياة جديدة، بناء عراق جديد. أين العراق الجديد الذي يعيشه العراقيون؟ هل هذا هو العراق الذي وعد به العراقيون من قبل الاحتلال ومن جاء معه؟ نتابع قتلا يوميا، نتابع انتهاكات يوميا، نتابع اعتقالات وعمليات تهجير وسفك لدماء العراقيين ليلا ونهارا في وضح النهار وأمام أنظار الحكومة. لماذا لا أحد يتدخل؟ لماذا ينظر العالم إلى القضية العراقية؟ لا تسلط عليها الأضواء، لا تنقل إعلاميا، لا تنقل حقائق ما يحدث في العراق إعلاميا. نستمع إلى رأي السيد أبو ناصر من تركيا. أبو ناصر تفضل، أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا حضرتك وقناة الله. أهلا وسهلا. ونشكر القناة الموقرة اللي تنقل معاناة الشعب وتنقل كل اللي يصير
داخل العراق ونطلع عليه أول بأول. أستاذ محمد يعني كل العالم يعرف وخصوصا الشعب العراقي بأن هاي الميليشيات تأسست الفتوى من السيستاني، وكان تأسيسها بالبداية لمحاربة داعش وإخراجهم من الأراضي العراقية اللي احتلوها، ومن انتهت صفحة داعش هذا طبعا هذا الكلام طبعا أبو ناصر عذرا المقاطعة، هذا الكلام جديد، الميليشيات موجودة في العراق منذ الاحتلال، يعني قضية الحشد الشعبي هي ظهرت نعم منذ فترة ليست ببعيدة، ولكن الميليشيات موجودة منذ الاحتلال 15 عاما وهي موجودة. نعم موجودة يا أستاذ محمد، وبإشراف إيراني، موجودة وبتمويل إيراني. يعني أنا اللي أقصد أقوله بأنه إيران هي اللي تمول وهي اللي تسلح هاي الميليشيات، القمع أي صوت شريف يرتفع ويطالب بحق من حقوقه أو ينتقد أي مسؤول من اللي سلطوا على رقاب الشعب العراقي. نعم. وكل العالم يعرف بأن تمويل وتسليح هاي الميليشيات هو من إيران. إيران اللي عمرها ما راح تنسى شلون الشعب العراقي والجيش العراقي مرغ أنوفهم بالوحل وسواهم مضحك أمام العالم بعد أن جرحهم السم وباعتراف خمينيهم. لماذا تغير هذا الجيش يا أبو ناصر ليصبح آلة قتل حكومية؟ هذا الجيش الآن أو القوات الحكومية بكافة صنوفها ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين، وعرضت هذه الانتهاكات في صحف عالمية وعرضت في منظمات دولية بتقاريرها تحدثت عن انتهاكات قامت بها القوات الحكومية. دعنا من الميليشيات قليلا، نأتي إلى القوات التي من المفترض أن تكون هي حامية الشعب، حامية الوطن، التي تدافع عن حقوق المواطنين، نراها هي التي تعتدي عليهم. كيف تغيرت المؤسسة العسكرية أو الحكومية أو الأمنية في العراق لتصبح بهذا الشكل؟ أستاذ محمد، بتوجيه من المسؤولين الموجودين هسه للمنطقة الخضراء اللي يحرضون الجيش اللي هو أساسا ولاء مو للعراق، ولاء هاي الزمرة المجرمة اللي سلطت على رقابنا، والزمرة هاي ولاءها طبعا الإيران، وأمريكا اللي احتلت العراق وادعت بأنه راح تجيب الديمقراطية للعراق، دا تشوف ودا تباوع ودا تسمع كل اللي دا يصير بالشعب العراقي من قبل هذا الجيش ومن قبل الميليشيات. يعني الجيش العراقي هسه هو ولاء مو للعراق، ولاء الإيران والقادة الميليشيات الموجودين هسه بالعراق. فما يقدر أي واحد هسه من الجيش العراقي يحاسب أي واحد أو يعتقل أي واحد ميليشياوي لأنه وراهم قادة وراهم إيران. فلهذا تلقي الجندي العراقي اللي راح وتطوع سواء كان على الجيش أو على الشرطة الاتحادية أو غيرها، هو همه الأول والأخير الراتب اللي يريد يحصله، لأنه شاف الضيم هو وعائلته من كثرة البطالة اللي عايشها ومن كثرة العوز اللي يحس بيه وسوء الخدمات اللي ما متوفرت له بكل مناحي الحياة في العراق. ولهذا تلقي الجندي العراقي همه الأول والأخير هو الراتب، بالإضافة إلى ذلك الطائفية اللي انتشرت صفوف الجيش العراقي واللي يتبعون أوامر أسيادهم. نعم. قادة الميليشيات وصاروا ضد الشعب، وإلا ماكو جيش كل دول العالم يطلق رصاص على متظاهرين سلميين. نعم. ما يحملون أي سلاح مجرد بيطالب بحق من حقوقه. شكرا جزيلا أبو ناصر، أشكرك للتوضيح، شكرا، وصلت الفكرة. أبو علي من كربلاء تفضل. السلام عليكم عم محمد، الله يرضى عنكم، الله يجعل في ميزان حسناتكم. حياك الله، أهلا وسهلا أبو علي. اللهم ألف بين قلوبهم. عمي أنا شوي أريد منك، عمك شوي أريد منك شوية وقت، بس أنا أحاول أخلص. على رأسي عمي أبو علي، تفضل. الله يخليك. أنا عندي عتاب على أهل الجنوب الوسط. إحنا خلينا نكون واقعيين، إحنا وصلنا هاي الحكومة وسلطناهم على رقابنا وخذوا العراق في لاحة ملاكة. نعم. زين أنت إذا ما تتظاهر هسه شو راح تكون؟ شوف هم رادوا من عندنا وقت، طيناهم 15 سنة. رادوا دماء، أنطينا دماء. رادوا صبر، أنطينا صبر 15. أنت إذا ما تتظاهر شو راح يصير؟ أنا أقول لك شو راح يصير. أول شيء راح إحنا نندان إلى إيران ب 1100 مليار. تقول لي ليش؟ أقول لك ممثل العراق. تريليون و1000 مليار. تريليون و100 مليار عفوا. إيه طبعا ما لها وجود، بس أنا أقول له شلون يعني أنا عندي علاقة بعرف. نعم. ممثل العراق بالأمم المتحدة قبل الحكيم أصل إيراني، وقبل هذا الفيلي هم أصل إيراني. كل منصب الآن يصير بالعراق من رئيس وزارة تشوف الفضيلة وغير الفضيلة راح تنسحبه. بالمناسبة
اليعقوبي اصلق زويني من ايران. فاحنا اذا ما نتظاهر اعرف انت بايع العراق. العالم كلها تفكر المفروض العراق والعراقيين خط احمر، هذول ما يعتبرون انه وجود، ذولا ما يهتمون. وانا اعطيك الدليل، انا في الجنوب ومن الوسط اعرف الاعلاميات لانتخاباتهم والبوسترات والصور والاستنساخ يقال من 5 الى 7 مليارات. زين هاي المناطق الامنه، احنا ما نريد نقول شيء، هاي المناطق الامنه اللي البصره والناصريه والعماره والكوت، لو بذل اللي يصرفون اعلاماته وهالسوالف انتخاباتهم يسوون احسن تصفيات. طيب انا عندي سؤال يا ابو علي، حتى لا نبتعد عن الموضوع وندخل بقضيه اقتصاديه، اليوم الموضوع موضوعنا قضيه امنيه، قضيتهم حياه المواطن. سؤالي لماذا يواجه أو تواجه السلطة الموجودة في العراق الآن، تواجه متظاهرين عزل، متظاهرين لا يحملون سلاح بصدورهم العارية، تواجههم بالرصاص، تطلق عليهم الرصاص، تؤدي أو تؤدي بحياتهم، عمليات قتل وعمليات إبادة، لماذا؟ نعم خاتمي ذيك المرة عم قمنا قالوا ذولا الطالعين مظاهرات بالعراق هذول ضد الامام ويجب قتلهم، اجت الاجل باص بالناك وهم ايش ما يقتلون ما يديرون بال. يعني واقع انا شي لك، انا اعرف من اقول لك انا اعرف ذولا شنو ايش راح يسوون، فعندهم قتل الانسان. يعني لو وياي لو ضدي، لو صير عبد ومالك حق الطالب، انت ما لك حق، تريد فد شي واحد. بس دول العراقيين يا ابو علي، دول ابناء البلد اللي يطالبون بحقوقهم، هم ابناء البلد، هم اصحاب الارض، ليش يعاملون بهذا النوع من التعامل، هذا العنف، هذا القتل؟ اي لازم تصير تبع، انت ما يصير، انت مطلوب، انت دولة اللي خلوهم عليكم، ايران خلتهم عليكم، لا كاف ولا جيم، انتهى الموضوع. شديهم خبر وانت شوف فد واحد خليه، شوف هسه العباد سووا بي، اختار يوم يومين شوفوا سووا بي، دولة مو هذول، هذول اهل العراق اي، بس مو لازم اذا تابع لايران هم يشوف الذله ويموت. بس انا عندي فالتنويه، انت ما تطلع مظاهرات وما تعيد شرعا مشكول الذمه، ليش؟ انت شو ممكن تقول انا ما عندي مسؤوليه، نعم بس انت ما مو عندك منصب صحيح، بس انت مسؤوليه بلدك، وين امرك؟ وين امر معروف والنهي عن المنكر؟ ايش راح تقول لي لا عندنا مراجع؟ راح اجيب لك المراجع، الفياض افغاني، بشير النجفي باكستاني، محمد سعيد الحكيم ايراني، الاستثاني ايراني. طيب ليش ما نقول، ليش ما نقول انه الناس خايفه تطلع؟ ليش ما نتكلم عن قضيه انه الناس ستقتل وتعلم انها ستقتل ان خرجت رافضه لهذه السلطه؟ يعني وين الامر المعروف من الافكار يا مراجع يا مؤمنين؟ ليش هذول الناس تموت وما حد يحكي؟ ليش؟ نعم، اشكرك ابو علي، شكرا جزيلا. ابو عبد الله من لندن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، يعني هناك تناقضات شديدة على الساحة العراقية، فهم يعني هؤلاء السياسيين يدعون أنهم أتباع الإمام حسين، والإمام حسين جاء لنصرة المظلوم ومقارعة الظالمين. طيب هم إذا أنتم الآن، طيب الآن الناس تخرج تطالب بالحق، يعني مثل ما قلنا المظاهرات، وهما حمودي يطلع علينا قبل فترة يقول الحرية التي أنتم فيها يحفزوكم كثير من دول الجوار. بالله عليك، بالله، هل يعني هذه التناقضات الشديدة من أي حرية يتكلم فيها؟ الآن ناس تطالب بأدنى بأبسط، يعني ناس تريد حقها في العيش. طيب أنا عندي سؤال يا أبو عبد الله، لدي سؤال لحضرتك. حدثت قضية بالبحرين وانتفضت العملية السياسية بكل صنوفها، بكل وزرائها وبرلمانيها، لمناصرة الشعب البحريني الذين قالوا بأنه يقمع من قبل سلطتهم. لماذا لا يطبق الموضوع بالعراق؟ لماذا لا نرى انتفاضة السياسي أو انتفاضة المسؤول للقمع الذي يحدث في العراق؟ لماذا البحرين؟ ما هنا 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 المصيبة يعني أخي الكريم، هذا التناقض الشديد، هذا السياسي لأنه سرق المليارات. يعني أنا هو شهر جداري مثل ما قلت صورة وصوت، يقول هناك مسؤول، يعني موجود الشريط موجود، هو شهر جداري يقول هناك مسؤول
يعني حول لحسابي الخاص 6.5 مليار دولار، يعني مبلغ كبير 6.5 مليار دولار، يعني مبلغ ليس بالهين. الشعب العراقي يمول مع هذا السياسي الذي سرق المليارات، فبكل تأكيد لا يكون المتظاهرين يكون أعداؤه الذي يخرج المظاهرة ويطلب حقه، لأن هذا امتص دم الشعب العراقي، امتص دماء الأبرياء. فهذا كيف هذا السياسيين، يعني هو يعني فاسد. لكن طيب اتركنا أبو عبد الله، اتركنا من السياسيين، خلص الموضوع سياسيين غاسلين العراقيين إيدهم من هؤلاء السياسيين. حدثني عن العالم، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، ألا ينظرون لما يحدث في العراق؟ ألا يشاهدون القتل والقمع الذي يحدث؟ ألم تنشر منظمات معروفة ولها وزنها كمنظمة Human Rights Watch أو منظمة العفو الدولية أو صحف ومجلات مشهورة إن كانت من الولايات المتحدة أو من بريطانيا، نشرت تقارير عن ما يحدث في العراق، عن القمع الذي يحدث في العراق؟ مجلة دير شبيغل الألمانية كذلك تحدثت عن ما حدث في مدينة الموصل من عمليات إبادة جماعية حدثت للمدنيين. ألا ينظر العالم لما يحدث في العراق؟ لماذا لا أحد يتدخل؟ هذه أيضا كارثة، هذه أيضا مصيبة. يعني الأمم المتحدة يوم عمل الحصار على الشعب العراقي في التسعينات، مات هم Human Rights Watch قالوا هناك 1.5 مليون طفل عراقي مات بسبب الحصار. هل الأمم المتحدة عندما جورج بوش وتوني بلير ضربوا القوانين الدولية وجاءوا إلى غزو العراق بحجة هناك أسلحة دمار شامل وهناك علاقة صدام لتنظيم، هل استطاع الأمم المتحدة أن يمنع بوش من ارتكاب جريماته؟ لكن هؤلاء السياسيين، هؤلاء القتالة الذين جاءوا وتعاونوا مع الصفويين الإيرانيين، وهؤلاء السياسيين الذين يكذبون ليل ونهار ويقولون نحن جئنا يعني لمناصرة الشعب العراقي، الشعب العراقي المظلوم، فهؤلاء تناقض مثل ما قلنا، يعني عندما يقفون مع بحرين لأسباب طائفية، لأسباب سياسية، ليس وإلا لو هؤلاء السياسيين لو عندهم أدنى شرف من البر والغيرة، كيف يعني أولادهم وعوائلهم يخرجون للسياحة؟ طيب. ويتمتعون بالأمان؟ هل يعني مات عندهم الإنسانية أن يفكروا بالشعب العراقي؟ هذه المشكلة أخي محمد. شكرا جزيلا أبو عبد الله من لندن، أشكرك للمشاركة. مشاهدينا، قبل أن نكمل الاتصالات نعرض لحضراتكم الآن مقطع لعملية قتل، طبعا قتل متظاهر برصاص القوات الحكومية في ناحية الهوير بمحافظة البصرة. هذا الحادث هو الحادث الثاني خلال أقل من 24 ساعة جراء استخدام القوات الحكومية للرصاص ضد المتظاهرين، فنشاهد. أهلا بكم من جديد، لدي مقطع سأعرضه لحضراتكم الآن، ولكن قبل أن أعرض هذا المقطع أود أن أنوه لأمر معين. هو حدث مشابه جرى في بلدان أوروبية، نكست أعلام وتبنت دول عربية ودول أجنبية هذا الموضوع وتأسفت على الضحايا الذين سقطت أرواحهم جراء عمليات الدهس التي جرت سواء في بريطانيا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في غيرها. هذه الحوادث التي جرت عن طريق أشخاص قيل إنهم إرهابيون أو قيل إنهم مختلون قاموا بعملية دهس لمواطنين أبرياء بالطبع، ولكنهم قتلوا في هذا الحدث أو هذه الأحداث التي جرت. تابعنا البلدان العربية بتفاعلها الكبير، أو بلدان غربية كذلك، بلدان إسلامية وغير إسلامية تفاعلت مع هذه الحوادث التي شاهدها العالم، كيف تم دهس المواطنين أو المدنيين وكيف حزن العالم أجمع على هذه القضايا. نعرض لحضراتكم الآن عمليات دهس من قبل القوات الحكومية، هذه المرة ليسوا مختلين، هذه القوات الحكومية المفترض أنها تحمي البلد هي التي تقوم بعمليات الدهس تحديدا في محافظة المثنى، فلنشاهد. Thank you.
نستمع إلى رئيس سيد أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، هذه الحرب اللي الأعمال اللي يقومون بها بالبصرة، بجنوب العراق، بالوسط، هذه مو حرب طائفية، واحد يقدر يقول عليها. ليش؟ لأنه الحكومة هي شيعية، الجيش والشرطة والميليشيات شيعة، والمتظاهرين أيضا هم من الشيعة. هذه حرب عصابات، الغرض من عنده شنو؟ إما لإشعال الشارع الشيعي، الهدف من عنده هذا القتل اللي يصير، لإشعال الشارع الشيعي، أو لإطفاء نار الفتنة على مود تستمر، مثل ما يقول يعتبروه فتنة هم، على مود تستمر الحكومات الجاية ما شاء الله. شلون هي؟ طيب أنا سؤالي يا أبو عمر، طرحت أنت حضرتك نقطة، ده تقول إنه وأنا ضد هذا المبدأ وضد هذا الطرح، بس يعني حضرتك رأيك. ده تقول موضوع الشيعة، الحكومة الشيعة، الجيش الشيعة، وده يضربون بشيعة الجنوب من أجل إشعال النار. إشعال النار ماذا تحديدا؟ أستاذ مو قلت لك أنا لغرضي، إما لشيء ترتاح إيران وتحترق العراق فد مرة عن بكرة أبيها كلها تحترق. والها القوات الأمريكية تجبرها تقول إحنا موجودين بالعراق، أو لغرض سبب آخر هو إنهاض الشارع الشيعي ضد على إيران، ضد أتباع إيران وإيران هي نفسها. هذا هو القصد، هو بيها مقصدين. لحتى الآن مظاهر من العلن، هو مظاهر من العلن، لكن أنت لو تسأل هاي حرب عصابات، هذه حرب عصابات. احنا نعرف الجيش والشرطة والميليشيات هذه كلها جاءت نتيجة من الفريق الأول. يا عزيزي يا أبو عمر، بس حتى نوضح الشيء للمشاهدين الكرام، وكذلك حتى أفتهم من حضرتك. عندما نتحدث عن حرب عصابات يعني بين عصابتين أو بين مجموعة من العصابات، ولكن نحن نتحدث عن عمليات قتل وعمليات إصابة وعمليات اعتداء على مدنيين، على مواطنين عراقيين. كيف يمكن وصف هذا الموضوع بأنه حرب عصابات؟ لا، ليس لنا علاقة بما يحدث في أروقة السياسة في العراق أو في المنطقة الخضراء أو بين الميليشيات فيما بينهم. نحن نتحدث عن قتل يحدث على مدني أو لمدني. هذه هي المشكلة الآن التي يواجهها العراقيون، هذه هي المشكلة التي لا يتدخل أحد من أجل إنهائها. زين أستاذ محمد، أنا أقول لك شيء، ليش هو يهمهم المواطن الشيعي؟ هم 15 سنة استووا للمواطن الشيعي، ما تفهمني، أريدك تقول لي الصراحة، كل مواطن شيعي مو مشكلة، على عيني وعلى راسي خليه يطلع، هاي الحكومة خلال 15 سنة سوت له. أستاذ محمد، نعم. عواطف نعمة طلعت قالت أريد من العراقيين يصيرون قرابين لإيران، جينا أنت شبقيتوا على شيعتكم، ما شاء الله الدجاجة هيك ما يهزوها، الدجاجة يبقى بها شعراية، فيها يبقى ريشة، ولك أنت شبقيتوا بالشيعة، ملايين من القتلى، ملايين من الجرحى، والمعوقين والمفقودين والأرامل والأيتام، ورايت فوقها بعد يصيرون قربان، جينا شنو عرفنا المرجعية ذكر. لا نتعمق، لا نتعمق بالقضية. شكرا أبو عمر. مشاهدينا، طبعا طرح السيد أبو عمر، أنا ضد مبدأ أن يطرح قضية أو يطرح موضوع سنة وشيعة في البرنامج أو في أي مكان، أنا ضد هذا المبدأ. وكذلك في قناة الرافدين ننتهج نفس النهج، نحن ضد هذه المصطلحات والشعارات التي جاء بها الاحتلال وجاءت بها حكومات ما بعد الاحتلال، موضوع السنة والشيعة، ويضربون من الشيعة ويضربون من السنة، ومن هذا الكلام الذي يشعل فتنة طائفية في هذا البلد. نحن ضد هذه الأفكار، ولكن أبو عمر لديه وجهة نظر معينة. يتحدث عن السياسي الذي تحدث عن مظلومية طائفة معينة من المجتمع، قال بأن هذه الطائفة عانت آلاف السنين أو أكثر من يعني 1400 سنة كما يقولون. هذه الطائفة التي ظلمت، هذه الطائفة التي قتلت، هذه الطائفة التي هجرت. الذي يتحدث هو سياسي يحاول أن يقول بأنه أنا منكم، أنا من هذه المحافظات، أنا من هذه الطائفة. يعني عندما تحدث نوري المالكي وقال أنا شيعي أولا قبل أن أكون عراقيا، عندما يتحدث السياسي بهذه اللغة يجب أن نرى تطبيق على الأرض، يجب أن نرى مدن جنوبية أو محافظات جنوبية معمرة، يجب أن نرى محافظات جنوبية تملأها الخدمات،
محافظات جنوبية ينعم أهلها بالخيرات، خيرات هذا البلد، ينعم شبابها بوظائف وحياة كريمة وحياة مستقرة بعيدا عن القتل والتهجير وانعدام الخدمات والمعاناة والفقر والبطالة وغيرها. لكن العكس يختلف، هذا مقصد السيد أبو عمر، أن الذي يتسلم المناصب الآن في السلطة يتحدث باسم مظلومية طائفة معينة في هذا المجتمع، وهو الذي يقوم بإبادتهم وبقتلهم وبتهجيرهم وبالاعتداء عليهم. والنموذج الذي يحدث الآن في المحافظات الجنوبية هو أكبر دليل على الكلام الذي تحدثنا به قبل قليل، أن المعاناة وعمليات القتل والقمع التي حدثت للمتظاهرين في المحافظات الجنوبية هي أكبر دليل على التعامل أو السياسة الحكومية المتبعة، حتى وإن كان من نفس الطائفة، حتى وإن كان من محافظات الجنوبية وهي التي تعتبر ربما بساقط رأس لكثير من هؤلاء الموجودين في السلطة، إلا أنه لا يمنع أن يقمع ابن الجنوب إن قال لا لعملية سياسية وضعها الاحتلال، إن قال لا لعملية سياسية دعمتها إيران، إن قال لا لإيران نفسها. معنا السيد أبو علي من الدجيل، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، في أي عالم، في أي عالم يقمع الظاهرات كل العالم سواء المتقدمة أو الدول العالم الثالث؟ نعم. ما صارت. هل تتذكرون كلام الجعفري؟ الجعفري يقول هل يجوز استخدام قوة الشعب؟ هم خلي يشوفون أهل الجنوب، يعني ما عيب إحنا نقول أهل الجنوب يا أخوتنا، يعني اللي مقصود بالمناطق الغربية أو الفرات الأوسط، خلي يشوفون الصار بينا إحنا المناطق الغربية. أي نعم. الصار بينا وشون استخدمه ويانا. أنت تدرون القاضي أمريكي والذباح إيراني والسكين عراقية استخدموا هذه، هي هذه مو حكومة أساسا، هي عيبة حتى واحد يسميها حكومة، لأن هي هاي عصابة. أمريكا سلطتها على رقاب العراقيين. يعني أنت تدري حربنا ويا إيران 8 سنوات، يا ماذا راح تعمل بهذه؟ يعني تاخذ شلون نقول تستوفي، يريد نقول الكلام المصطلح العربي. أو أمريكا ماذا صار بها بالعراق حتى شلون تستوفي؟ أمريكا بوش أساسا المنعول قال هي حرب صليبية، وبعدين قالوا زلة لسان. يعني هو هاي الحرب الصليبية إحنا نقولها على ذبح بجوتية إيرانية. نعم. يعني هاي يستخدموها. يعني أنت خلي يقيسون. وأريد أوصي أهلنا أهل الجنوب، أنتوا تشوفون إحنا اللي فازين، إحنا استخدموا ويانا لما الطائرات الأمريكية وقوات التحالف، يعني المقصودة حتى الدول العربية ما بيهم السعودية، يعني اشتركت الطائرات علينا. والله احنا سقطنا بغداد وانتم ساعدتوهم على ظفر جيش، هسه هاي محسوبه عليكم، احنا وانتم لازم نسقط هاي الحكومه باسرع وقت. شكرا جزيلا ابو علي، وضحت الفكره، يجب على الشعب ان يسقط هذه الحكومه، هكذا يقول ابو علي. عز الدين من البصره، تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك حبيبي. حياك الله. انا بالنسبه لي عندي فد نقاط اريد اوضحهن حتى للمتصلين، الناس اللي جات تتصل عليهم. تفضل. اولا صار لنا 3 أشهر جاي نتظاهر وجاي نطي جماعة. نعم. وجاي نطي جماعة متواصلين من المتظاهرين. متواصلين والله والله ما منقطعين من المظاهرات كلها. نعم. هذه أول فقرة. اثنين كيف يعني أنطي 100 شهيد لو أنطي 1000 شهيد؟ خلي يختار هذا الشعب. يعني أنطي 100 شهيد بداية الثورة وسقاط هاي الحكومة. نعم. لو اخلي الوضعيه على هالمستوى هذا ويوميا منطيلي 3 شهداء 4 شهداء من وراء هذا الشعب الصامت الجبان، والله الكريم شعب جبان. بعض الاحيان انت تقول ليش هذا الصمت؟ انا دا اقول لك انا من المتظاهرين، الشعب جبان، شعب جبان. ولا شنو انا اتاني ايران؟ ما لي دخل بايران، انا عراقي، احنا عراقيين ومضررين احنا بالعراق وتعبانين بالعراق وشايفين الولد بالعراق. أنا لا أحكي على إيران ولا أحكي على مرجع ولا أحكي، إحنا لا بينا خير وبينا حظ، مو بس اتصالات وكل إنسان يطلع ينطي فد محاضرة إذا كان هي وإذا كانت. أنت إذا عراقي شريف وبيك حظ تعال اطلع الظاهر ويانا تقبل محمد المحمد. إذا طيب أنا عندي سؤال يا عز الدين، إحنا هسه العراقيين إذا طلعوا الظاهر ومثل ما أنت طلبت يعني أو مثل ما أنت تدعو، وهذه دعوة ليست منك فقط، من كثير من العراقيين والمتظاهرين، حتواجه منو؟ اواجه هاي الحكومه الفاسده اللي جاي تقتل بينا. طيب هذه الحكومه اللي حضرتك تقول انه ما لنا علاقه بايران، ايران هي التي تدعو الى قمع العراقيين، ايران هي التي تدعم هذه السلطه. يعني خلاص العراقيين. نعم نعم نعم، حضرتك تتكلم كلام سليم انه تخلص من الحكومه.
حبيبي انا اعرفها، بس انا جاي اقول لك النقطه. احنا جاي نقول ايران دمار العراق، البلدان المجاوره هي دمار العراق، احنا فاهمين هذه الصوره. نعم. بس احنا العراقيين ايش بينا؟ انا جاي احكي لك على انفسنا احنا. طيب والله عندنا الصوره. طيب نتكلم شويه بمنطق، خلينا نتكلم شويه بمنطق. عز الدين، انا اعرف انه حضرتك منفعل لانه تدعو الى ظهور مزيد من الشعب وقدومهم الى ساحات المظاهرات، هذا امر كما قلت ليس فقط منك، الكثير دعا هذه الدعوه، ولكن هناك قمع حكومي وميليشياوي يواجه به المتظاهر باطلاق الرصاص باسقاط قتله، شلون الناس ما تخاف؟ يعني الناس هم حقها تخاف، صاحب العائله هم حقه يقلق على عائلته وعلى يعني هم، خلينا نتكلم من الجانبين حتى لا نكون ظالمين فقط او مساندين فقط لقضيه معينه، خلينا نطرح الموضوع بواقعيه. حبيبي انا كلامي واضح استاذ، كلامي واضح. انت تقول عند عائله، احنا عندنا عوائل، ليش يعني؟ احنا مضحيين على شنو يعني؟ انا بدي اسالك حتى تطلع منك اجابه توضح للناس اللي ببالك. تطلع الناس الشرفات تطلع تتظاهر، تقول محمد انا قبل فتره اتصلت فيكم ووضحت لكم الفكره، اذا تسمح لي تفضل اذا تسمح لي وضحت لكم الفكره. يعني هسه قلت لك انا تمطي 100 شهيد او تمطي 1000 شهيد، انت اختار. اذا بقت هاي الوضعيه على هذا البرود، واحنا المتظاهرين القلم اللي جاي نطلع جاي نحس الجيش والشرطه والمسؤولين اكثر من المتظاهرين، استاذ انتم ما تدرون بالوضعيه ترى. الوضعيه ما تدرون بها شنو ما شنو. يعني هذا الشعب ايش بيه نايم؟ نعم. ايش بيه؟ يعني انا اعطي 100 شهيد يوميا 2 3 وهذا البرود باقي والشعب كله ما يخرج، فرق من يطلع الشعب كله يتظاهر على حق مو باطل. نعم. احنا ما جاي نخرب مؤسسات الدوله ولا شايلين سلاح ونرفض عدفة نقطة استاذ اذا تسمح لي. تفضل. رجاء. نعم. بعض المتصلين جاي السيد علي السيستاني، احنا نرفض، السيد علي السيستاني الله يحفظه بريء من هاي الناس، فلا تحملون المسؤولية. انسان محتار بهاي الحكومة بهذا الشعب اللي عجيب غريب هذا. والله عجيب غريب. طيب انا عندي سؤال لحضرتك بما انه فتحت موضوع، على الرغم انه هو ليس لب القضية ولكن هو أساسي فيما يحدث. طبعا يحترم، فقدنا الاتصال مع عز الدين. سؤال يوجه قبل أن نأخذ أبو حيدر من الديالة، بس سؤال أطرحه سريعا ونأخذ أبو حيدر. عز الدين يقول بعض المتصلين يتجاوزون على المرجع الديني في النجف علي السيستاني. الأسئلة التي تطرح دائما من المتصلين أو من كثير من المتصلين والتي نواجهها معظم الأحيان في برامجنا التفاعلية هي: لماذا تسكت المرجعية عن القتلة والفاسدين؟ طيب المرجعية يعني حتى لا يكون الموضوع هو مجرد توجيه اتهامات أو ضرب لجهة معينة، الموضوع مجرد أنه طرح لأسئلة ونطرحه بطريقة عقلانية. هذه المرجعية لماذا تسكت عن فاسدين وقتلة كما وصفهم عز الدين؟ هذه المرجعية خرجت بخطبة جمعة عن طريق ممثلها عبد المهدي الكربلائي، قال بأنه على الحكومة أن تلبي مطالب المتظاهرين، وبنفس الوقت على الحكومة أن تسارع بتشكيل الحكومة الجديدة، أو على السياسيين أو الكتل الفائزة بالانتخابات التي يقولون أنها انتخابات، عليهم أن يسارعوا بتشكيل حكومة جديدة. طيب الشعب يطالب بإسقاط حكومة، كيف تدعو المرجعية إلى تشكيل حكومة جديدة؟ هذا هو السؤال. القضية المرجعية وما إلى ذلك هو ليس موضوعنا، نعود إلى الموضوع. أبو حيدر من ديالة تفضل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ علي، بس عندي سؤال. تفضل. وزاره الخارجيه العراقيه والمعممين جميعا طلعوا مظاهره حاشده ضد حكومه البحرين لان عاقب شخص بحراني. اول شيء بحرين مساله داخليه، شان داخلي، شخص عايش ببحرين ياكل يشرب بالبحرين ولا لدولة أخرى، فمن حق الحكومة البحرانية أن تتخذ إجراء. ولا إحنا عدنا ما شاء الله عدنا مئات الآلاف من هالنماذج هذه يأكل بنا ويشرب ويعيش هنا وعنده ولاء للأجنبي. طلعوا مظاهرة، فهسه الوزارة الخارجية العراقية السادة المعممين طلعوا مظاهرة. نعم.
هذول ينقتلون كلهم ابناء البصره الابطال، ابناء النجف وكربلاء اللي انتخبوكم، هم اللي انتخبوكم، هم اللي تلقوكم، هم اللي جابوكم للحكم. اشوف ما سمعنا نهائيا اي رد من واحد من وزاره الخارجيه، يعني حتى يطلع بالتلفزيون. برايك انت ليش يا ابو حيدر؟ ابو حيدر انت برايك ليش السياسيين ما يتفاعلون مع هذه القضيه، مع ما يحدث للعراقيين؟ ليش ساكتين عن العراقيين ويحجون بقضيه ثانيه، ويطلع وزير الخارجيه او رئيس الوزراء يقول لا نرضى بان يتدخل احد بشؤوننا ولا نتدخل بشؤون احد؟ طيب شنو الكلام المتناقض؟ انا راح اجاوبك. الو اسمعك. الو اسمعك ابو حيدر. انا راح اجاوبك، صدقني استاذ العزيز. ما يتدخلون لان اكو من يرضى بالقتل، اكو من يرضى بالقتل واسياده هم اللي يرضون بالقتل. نعم. يعني الاعلى من عنده اللي مخليه على الكرسي واللي مخليه يعيش واللي يخليه يسرق ويحافظ عليه هذاك راضي بالقتل، فهذا ما يقدر يحكي. انا مجرد بس اسال الاخ العزيز قبل شويه سالك سؤال. نعم. على موضوع المرجعيه الرشيده. نعم. ايه وموضوع سيرس الثاني، بس انا اسال الاخ المواطن اتصل. نعم. اذا امكن اقول له القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم، محمد يمشي في الاسواق وياكل الطعام. محمد رسول الله وحبيب الله ومرسل رحمه للعالمين. القران يعطينا صوره بان كان متواضع يمشي في الاسواق وياكل الطعام. يعني مثلا انا بس اريد، انا مواطن والله قبل لا اموت بس اريد السيد السيستاني الله يحفظه ويرعاه ان شاء الله، اريد اشوفه بالتلفزيون بس يحكي ينطي رايه. انا ما ابي يطلع واحد يحكي نيابه عنه، لا. السيد السيستاني الله يحفظه ويعطيه العافيه ان شاء الله. يعني يطلع حتى لو بالموبايل هو قاعد مكانه ينطي رايه. يعني هو من ينطي الحشد اوامر الحشد للمرجعيه الرشيده. نعم. والله اول من تلقوا الفتوى هم اهل البصره الابطال. شكرا جزيلا يا ابو حيدر. محمد من السماوه تفضل. محمد من السماء. السلام عليكم اخي. وعليكم العزيز. السلام، حياك الله اخي العزيز. تحيه لك وتحيه للرافدين الحبيبه. حياك الله. في وطني الميليشيات اقوى من الدوله. وسلاحها اكبر من الدوله. نعم. ونفوذها اكبر من الدوله، والعشائر اقوى من الدوله. وسلاحها اكثر من الدوله، والكل ينادي حصر السلاح بيد الدولة. فمن يحصر السلاح، الدولة من الميليشيات أم الميليشيات من الدولة حتى تستقيم الأمور؟ وإلى متى يبقى الشعب يتحمل؟ لقد فقد الشعب صبره وقدرته على التحمل. نعم. فأحذروا غضب الشعب وثورة الجياع وانتفاضة المظلومين. يا من تسمون أنفسكم بالسياسيين أخي العزيز، إن الواو الكبير الواحد أصبح ثلاثة أو أكثر. نعم. الكتل الكبيرة التي سرقت أموال العراق ونهبت ثرواته واستأثرت بالسلطة والنفوذ. فقدنا اتصال مع سيد محمد من السماوة. طرح سؤال مهم جدا وجميل جدا وينم عن عمق بالتفكير حقيقة نظرا للأحداث التي تحدث الآن أو تجري الآن في العراق. ميليشيات لديها سلاح يضاهي ما تمتلكه القوات الحكومية باعترافها، باعتراف هادي العامري. وعشائر لديها سلاح وصل إلى حد السلاح الثقيل، أن تمتلك بعض العشائر سلاحا ثقيلا. ميليشيات وعصابات وعشائر، طيب، والدولة تريد أن تحصر السلاح بيدها، من يحصر سلاح من؟ هل الدولة قادرة على حصر سلاح الميليشيات؟ أم أن الميليشيات هي التي ستقوم بحصر سلاح الدولة؟ هي التي ستأخذ هذه الأسلحة من هذه الدولة، من القوات الحكومية، هي التي ستسيطر على كل شيء. سؤال جميل جدا ومهم جدا، ولكن للأسف الشديد لم يسعنا الوقت لأخذ إجابات على هذا السؤال. عموما نشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.